نجم نتاعو هذا بالضبط مرحبا بكم في كلوب تار الحداد. كلوب هذا في ليكسيبسيون ما يخدمش راه مرحبا بكم في كلوب تاع مرحبا بكم في كلوب تاع الحداد. الكلوب هذا في الاكسبسيون انه فيه برشا ثقافيه على مدار السنه وكم ايام الاسبوع ساعة حتى 24 يختار كارتاجينا اليوم كوم دابيتود تستدعيكم الان ايفينمون كولتوريل اللي هو مش يقدم لنا فيه ستار فازع سون ليفر تونس او بون فيوتون شحال لنا دي بتيت فناتر pour voir Tunis en ce moment ou خلينا نحلموا في المومون هذاك كيفاش كانت تونس سي سير كلي افي دو تري بيل شوز ان سو مومون لا ستار فاب بارك الله فيك انك الاله هذيك شنو قد شددها هبط شويه اوكي مرحبا مرحبا بكم بون je vous parle d'un temps que les moins de 100 ans ne peuvent pas connaître. Et nous sommes en 1930. Nous sommes dans les années 30 en fait. علمًا أنه ثم شبه الإجماع أنه في تونس il y a eu deux périodes de renaissance culturelle. ما نحبش نقول كلمة renaissance بالعربي. Et ces deux périodes donc, sont les années 30 et les années 70, principalement pour l'essor du théâtre pour les années 70 et aussi de la chanson. Donc dans les années 30, nous sommes dans la Médina, où c'est tout ce qu'il y avait. Il n'y avait rien d'autre. بعد تخرج يعني خارج الرباط تحكي لي مثلا السيده عاليه قالت لي باب العسل اوتوماتيكمون سواني الكل وجمال وبيار ويسقيو في الوحده ونحيو الخضره ونبيعوه في سوق العصر واسم سوق العصر على خاطر نحيو الخضره في العشيه ويعني عندنا جيت البيقه لهنا Le Biga, c'est un, en principe, c'est un mot d'origine espagnole, la Vega, yani la vallée verte. Ou donc, Rabat Beb Suika, ou Rabat Lekhr, yani Rabat Beb Jdid, Diouf Beb Zira, ou Jazira, c'est le Caban, c'est une presqu'île. Donc, Hadoum Ali Moujoudin. Ou Fananin, je vais vous dire, Ali Moujoudin, c'est que nous, Hadoum. منهم حتى صريحة اللي هي من نبر من دشرة نبر إلا بيتي في نهج الباشا هنا علي الرياح تولد في بير الأحجار اكسترا اكسترا لها دي جويني tout le monde en fait les chansons de cette période là sont des chansons citadines متاع بلدية وحتى اللي جاو من برا من الدهماني ومن ماطر واحد se sont installés في تونس Bon, je vais commencer avec les deux plus anciens, les Houma, Habib Amsika, ou Sheikh l'Afrit.
Habiba Msika, comme vous le savez certainement, a eu une fin tragique. Hiya Mouloud avait donc fait le Hara, le Hara qui était Marguerite, ou d'une famille assez pauvre, yani, كانوا ابوها وامها يبيعوا في الصوف كانوا يخدموا الصوف قبل على الوحده اي كانت عندها خالتها اسمها ليلى سفيز كي تي شانتوز اي وهي اللي خلصت لها ديكور دونك دو ميوزيك دي دو شان و وقراها خويا صرنان اونتر اوتر هو اللي علمها الموشحات وعلمها الشان وعلمها الوحده. Il faut dire que Habiba Msika est un phénomène à part. Elle n'avait pas une très belle voix. Sa voix était très moyenne. Elle m'a dit Halloufa, Tachtach ou Tadzaben ou Tamil Jaoun sur scène. Elle était jeune, plutôt mignonne. Et puis, tu as fait le Kbir. يعني كي تمشي للباريس دخلت بيكاسو دخلت كوكو شانيل وفي هذاك اللي تي لا ميتريس دو فؤاد برومي لو روا ديجيبت وكان اللي يفرني عليها في الفلوس جويف يعني ولد عمها يسكن في دستور بنالها داير سوبر فيلا افيك اوسي ميم ان تياتر بوريل خاطر قبل اللي نعرفوا اللي الفنانين هذوما الكل فنانات جو دير اسونسيلمون كانوا كلهم يغنيوا ويمثلوا بور اون ريزون تري سامبل اللي ما كانش ثم نساء باش يمثلوا سوفون نوتيليزي دي زوم بور جوي دي رول دو فام دونك كلهم اون في دو تياتر اي دو لا شانسون اي كومبري اسمها هذه مارغريت دونك حبيبه مسيكا. Donc sa carrière elle décolle en 1920 où il y a les hamlets le phénomène de ce qu'on appelle Askerlied. Askerlied c'est le on est fan club نتاعها كانوا يخرجوا ويخرجوا معها كل في الليل pour la protéger pour l'admirer et pour faire la claque ce qu'on appelle la claque c'est-à-dire يصفقوا يسخنوا الجو باش يعملها الشعبيه يعملها الجو نتاعها. عاد عمون دوني مشيت لألمانيا باش تسجل ان ديسك اي رافي بزوان دارجون خاطر كان تصرف بالقدا بعث لها سيدي هودي هذا كي اونتر بارونتيز ايتي اوزوري كما دي ان اوزوري جويف كان يعني يسلف بالانتيريس ايتي تري ريش طلبت منه فلوس وبعث لها يسوم كونسيديرابل فور ليبوك وصرفتهم الكل فهمتني وروحت وهو بان مشايب وخايب وكل شيء اللي تي با تري انتريسي فهمتني كانت حلوفة عندها جوها يعني هو تكسروا في خليقته بلغة توا Donc, femme qui n'allait pas parvenir à ses fins, et entre parenthèses, entre le temps, elle s'est fiancée à Wahed Tchabou, elle était enceinte. Donc, il a décidé de la tuer. J'ai donc le dar de la soubah, il a fait ça. Et elle a fait ça, c'est un peu de temps. وروحت دونك وجوه الصباح تعبه لا بي دارتيست كوا وروحت رقدت ووصلت خلتها قالت لها ما تقيمنيش واحد جا هو جاي بقفاف واحد هو اون فيت إذا كاشي دو لا ديناميت سكو نو دي با سي كي يافي كاشي دي باتون دو ديناميت خداهم ال منين يعملوا هذاك لي كارير فوالا و ايتيو بترول وغطيهم بالقضية وجاء خالتها اللي تي على كوزين دخل لها القضية بعد وقال لها نحب نقابل حبيبة قالت له نو الدور سي با بوسيبل قال لها جي نقول لك راني جبت لها صياغة كلمة ما ثماش وباش يطمعها قال لها حتى انت ما نسيتكش زاد وقتها فرد ذهب هي تقول لك بون باش يدخل باش تقوم هي باش تبخصني ولا واحد سي با كراف ندبرها فرد ذهب طمعها يعني في الواحد نتاعها
Et quand il a versé donc du pétrole sur elle, et il a allumé. فقت هي دونك مرعوبة بالواحد بحب تهبط يزيد يهبط عليها هو إلا مانتيان دونك المر برولي هو يخرج من غادي بكله محروق زاد بكله وهرب للوتيل ولحد اللي مور جو كروا دو جور بلو تار اي وفي الدفينة نتاعها خرجوها اليهود ومن بعد خطفوها من عندهم التوانسة وتوانسة هما اللي وصلوها حتى لسيميتير بورجيل اي اون فواس دونك سا تومب اللي دونكور سيميتير بورجيل اون لا لا فوتوغرافي سور لو ليفر بي توا اون فا باسي كيك شوز دو بلو كي كون ميم نتعداو دونك ولد بلادها ولد عمها ديزون شيخ العفريت اللي هو اسمه اسيم اسرائيل راتزيو Il est né en 1897 à Fidhara, à Tunis. Il était très très pauvre alors là. Au mou, Taïb Ftaïr Blasel, où il croge Ibir. Donc là, la craie, la wahed, la hachai, c'était la misère. L'idée que les houds, le hithit, à l'écher. Au mou, on a soigné, t'as qu'à être gagné, ou t'as fait la hâte, m'chiffe la roussette, ou t'as fait la roussette. Donc, on a fait la homme ou le gna. ويمشي للسيناغوغ السيناغوغ يغنيو زاد عندهم كورال وعندهم واحد دونك تعلم ومن بعد خالط العرب بدا يحفظ في النوبات ثم اليهود يحفظوا خاطر يفو با اوبليي ليبوك دونك سو بارون دون لي زاني 1920 اي نيافي كو لي جويف كي شونتي سيتي حرام يعني العرب انسى سيتو با بيان سور اما حتى الرجال سيتي تري تري مال بو انه راجل يغني ولا يحترف حتى الفن اما هكا ثم جماعه المالوف وكم تاع الحضرات والواحد يحفظوا عليهم ودخل يخدم في واحده مينوتري دو كافيه دو كافيه في الوقت هذاك ما ثماش الرحايا كانوا يهرسوا طيب المهراس كيك تاع الافريك نوار كان شفتوش دونك يحطوا لي غران دو كافي وحتى وبداو يهرسوا بور مانتينير لو ريتم واحد يغني هو اي شونتي دو لي شانسون كي لافي ابريز اي او فيقو بيه كي لافي اون فوا اون بيل اي بويسونت على سماو العفريت العفريت دون لو سونس معناها شيطان واحد والشيخ جاتو بلوتار شيخ احنا تعرف يعني شيخ فن يعرف الفن يعرف المقامات يعرف واحد دونك تسمى الشيخ العفريت وعمل دونك فرقه والفرقه هذه يزم نعرفوا اللي الشيخ العفريت خلى 480 غنايه رين كو سا يبداوها دونك المره الاولى شويه مالوف وشويه رياض وشويه كذا ومن بعد يزيدوا يحفلوا الجو ومن بعد يخدموا دي شانسون سي كوكين ماركا هز حزامك تاع تخبل وكملوا حتى بليل الشبات جملة واحدة فير لا فان سا سي دي تريك كي سون كونو واش بيك غضبانة ولا ولا راجلها مغيار اكسيتيرا سيتي دون لو لو تاع اي il est mort relativement jeune il est mort en 1939 دونك في 40 سنه ولا حاجه بنموني Il ne faut pas oublier que c'est une époque où il y avait beaucoup de tuberculose, entre autres les Chebi. Il y avait des morts de tuberculose très jeunes, de 27 ans. Et il a fait partie de Jemaat Tahtasour, ainsi que Tahar Haddad également. Il y a eu la visite de Beb Swika. Et il y a eu un Bayram, on en reparlera tout à l'heure. نتعداو تو الحسيبة رشدي حسيبة رشدي اي ني ان 1938 ا جومين دو كوتي دو ماتا الو الحسيبة رشدي سي ان كا سي ان كا تري تري سبيسيال حسيبة أمية لا تعرف القراءة ولا الكتابة حتى شيء سوق من بوكم مي ال افي كيلكو شوز ديكسترا اوردينير ال افي اون ميموار فابولوز اي حاجه تسمعها مره تحفظها C'était le don d'Eha. Donc, c'est a fait le hinshir de Bouha. Bouha, il a fait le sansé, ou la chose comme ça.
هي سيتي لا ديرنيير دو لا ديرنيير فام اي تشليله هذا هذا والطفله جات ما جات مغرومه بالفن سيتي بوكلا يافي دي بيتي تروب دو تياتر يمشيو دون لي فيل لي فيلاج يمشيو الماتر والواحد تمشي هي الطفله تبع بك سي تونت سي كوزين واحد وعجبها المسرح وعجبها الغناء وواحد حاسيلو دبر تراسها شريت ماكينه نتاع غناء سيتي بوكلا يافي ماكينه الغناء لو تورن ديسك هذاك اللي بلش ذوق الواحد يلقاه بوها فهمتني نحاهولها عطاها تريحها هربت عند عمها عمها شدها وعيط لبوها عاودوا يرجعوها جات امها قالت له تعرفش كيفاش الطفله هذه نقتلوها وندفنوها ونرتاحوا منها هذه الطفله هذه راهي تطلع فنانه وفازت دونك ما فيهاش طب لا رجاء انت يفوميو كون لا تو ايش باش يعملوا ايش باش يعملوا تعرسوا لها à l'âge de 10 ans, avec un fellah qui avait 60 ans et qui avait, je crois, 10 enfants, c'était la deuxième femme. Mais le mariage n'a été consommé que quelques années plus tard. L'histoire de l'histoire, normalement, aurait dû s'arrêter là. في الفيلاج هذاك في الهنشير مع الواحد عرست بجيب صغار واحد الطفلة تلمو مسكونة بالفن تعمل لك طهر في طهر تمشي للصفاقس في بالها مع أبعد بقعة مشيت لها هي الصفاقس الصفاقس في البريود هذيك كان فيها برشا جو فني وفيها مسرح وفيها غناء وفيها واحدة أكثر من توا برشا Elle a été adoptée, donc, d'akhlouha, choya fan, ou choya, c'est ce mot, gna, ou choya masrach, ou, ouais. Et, j'ai été, Fathia Khairi, ta'amil fi, c'est ce mot, fi hafla, fi sfiqs. T'arrafat aliha, donc, hasiba. Qatala, jish il Tunis, qatala, yamraya takelchi. J'ai le Tunis. جات لتونس لسي انستالي في بسعتون اش قعدت تخدم عاد قعدت تخدم راقصة بوندون اون اني هوني في الكافي شانتيت كافي شانتيت تخدم راقصة بوندون اون اني يشوفها سي محمد التريكي سي محمد التريكي سيتي اون بيل فام يا اون فوتو ديال كونت تي جون ال فريمون بيل Mohamed Trik était marié à cette époque-là. Il avait deux enfants. Et il a musique. Donc elle était tout le temps entourée. Ouais. Oui, elle était ambitieuse. En fait, elle a toujours utilisé les hommes. C'était pas assez. Hey, pour arriver à ses fins, on ne peut pas amoureuse de la Hajj Kivnaka. Elle utilisait pour sa carrière et pour son truc. Donc elle a utilisé Mohamed Triki. Et entre-temps, elle a fait la connaissance du. Le consul d'Amérique. Il n'y avait pas d'ambassade à ce moment-là, il y avait le consulat d'Amérique. Et le Saïd Hadaya. Henri Blanc, oui, Henri Blanc, c'est l'adjoint du consul. Il est tombé amoureux d'elle. Bon, le gourra est mouto à la douma, la noyade, les Fatma et Kloul. Donc, elle a demandé le divorce.
كتاب مع بعضهم، هو معرس وقتها وكل شيء في لي زونفون واحد، طلقها وخذيت ذي. قالت لي سانستالي في نيويورك بروكلين، اي في بروكلين يا ان ريستوران اون سون نو جوسكا بينو اي في حسيبه اي حسيبه اثنين قعدوا مده دونك اوز ايتازوني على في لي ايتازوني والوحده اي ومن بعد جات هو التسميه نتاعو في مصر دونك لي طومبي لا في في, في مصر تلقى زكريا احمد وتلقى القصبجي وتلقى الصنباتي وتلقى لك الجو نتاع الوقت هذاك اللي ستي لو غران جو ولات دخلت في الجو الفني هذاك ولات تغني على كور دي روا فاروق كي استلي في مش في القاهرة في اسكندرية اسمه سون بالي وبرلمير اسكندرية وغادي هرب وقت الوحدة وقتها سيد شطة مازال ما جاش لتونس مازال غادي في الواحد تسمع فيه سيد شطة جاش يقول دونك إلا بريزونتي أو ديريكتور دو إذاعة القاهرة لكن في 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 يوم الدنيا مش اللي يجي يدخل يغني ولا كيما لهنا فلكن باس التيست والتيست قدام شكون باش تعديه قدام ام كلثوم ام كلثوم كي تي بسيكوبات وي وي تي بسيكوبات اللي تي تري جالوز اللي تي تخليش حتى حد يطلع دونك سمعتها تقبلت تقبلت ولات عندها حفلة فنية كبرى يقول وقتها في إذاعة القاهرة طول جودي المسامبل عندها فقرة غنائية ينفع برسمان مع التسعة ونص ومثلت في عدة أفلام مساروة avec les plus grands مع فريد شوقي وفات الحمامة والوحدة c'est une carrière qui n'est pas très connue en Tunisie c'est très bizarre أنا مثلت معايا في مسلسل اسمه لا يمكي في الريح لا يمكي في الريح elle était déjà vieille elle était déjà vieille et pendant le tournage on avait peur qu'elle meure c'est pas censé te parler 10 سنين زادت لا أكثر أكثر 10 سنين بعد زادت 20 سنة من بعد زادت 20 سنة وإحنا كنا خايفين نصوروا في الوحود نتاعها في ساعة في ساعة كنا تفيش تموت الكازي ذي 2012 عاد نذكروا من الغنيات نتاعها معروفين يلي عيونك في السماء محلاها تذبيلة عينك سيريا الأزرق سير كي تي تري كونو دونك سيت في كي تي بارتي بور اتر اون بوتيت بيزان ملوحة في دشرة واحد إلا في لو تور دو موند إلا فري افيك لي روا إلا فري افيك لي بلو غراند ستار فهمتني دي سينما دي واحد اي الا فيكو 94 ans بارك الله elle a pas eu d'enfant non non c'était pas son truc ça le mariage les enfants ولا ذاك ال هي سي سا كارير سكو فولي سيتي الفن هي عاشقه نتاع سي كوم سا كلا ريوسي دايور باسكو لافي اون ايدي فيكس عندهاش حاجه اخرى ومحمد التريكي Il a vécu 99 ans. C'est deux destinées, ces deux destinées exceptionnelles. Joseph Fananine Hazoum. Bon, je voulais parler de Hedi Jouini, mais je vais vous parler de Ali Riah. À la Khatrajan, à la Hna. Bon, l'autre qu'on a fait dire l'Ahjar. Et son histoire est assez intéressante. Les débuts, les débuts d'Ali Riah, ils sont assez intéressants. Houa Hafid Sidi Ibrahim Riah. Donc, Wulde Wulde Zewia. Et il était d'une grande famille bourgeoise. Mel Marsa. Raffinage tribunal. Ou qu'un coulchien obstacle.
يغني بالسرقه، يدخل البيت ويسكر على الروح ويبدا يزن يشانتي تو سول، حتى حد ما يعرف اللي هو مغروم بال في نجم قد il y avait quelqu'un, un monsieur très très important dans l'histoire de la musique tunisienne, il s'appelait Abdelaziz Jmeil. Abdelaziz Jmeil, c'était un maître luthier. Il faisait le sitar, il faisait la musique. Et il y a une maqsoura. La maqsoura, il y a برشا يقول لك على الرياح ما يعرفش النوتة، سي فري يكونسي با لو سولفيج، اما يعرف المقامات ويعرف الاغنيات ومعبي معناها، حتى كي يلحن معروف عليه انه يلحن بالطار ما يلحنش بالكامس الوتري. عاد سي الرياح مشى يتعلم فك القيصر هذاك، او يخرج من دارهم يزرف يدخل لك المقصوره يتعلم المقامات والغناء وكل شيء ويرجع. بيرسون ايتي او كورت دو ريان دي تو، ايتي تري سكري. كيف حس روحو سافا صاحبو علي سريتي كي تي ان لوتيست اكسيبسيونيل، جا قالو نحب نعمل حفله. يقولوا سافا نورمال في مخك انت تعمل حفله بلوس موس مومون لا يفي با دي وان، ما نشوفش واحد يطلع يغني واحد ولا حاجه. سيتي هو على ريحي تي تري زون افون سور سون طون، في لبسته في مكياج وفي واحد من بعد جي فو دير بوكوا. عاد قالوا انت يا اخي عندك ريبرتوار، عندك غنيات، عندك واحد؟ قالوا اي عندي لحنت. قالوا قديش لحنت؟ لحنت غنية؟ قالوا لا لحنت 10. أبو مشى هز سمع وقتها في ضوء القميرة ونورها، سمعوا علموك الهجر، سمعوا العالم يضحك والدنيا تغني في الوحدة بهت الآخر. كومون تو افي؟ قالوا لحنت دب ولحن ودب الراس وعمل كل شيء. عمل سالي السريتي يخدم دونك مع محمد التريكي. تو احنا راهو طولنا دوم الكل راهم يدوروا الكل في المدينه والربطي وفال لي ريتروفي سي لي ميم بيرسون كي تون كي جرافيت دونك مشى محمد التريكي قال له ثم واحد راح يحب يعمل حفله اسمه. قال له جاي يقرا له سمعت بيا شكون هذا؟ قال له ايش اسمك؟ اسمع هاي قال له نعمل حفله. قالوا عملوا الحفلة فين عملوها؟ تعرفوش فين؟ يعطيك الصحة. اللي كان اسمها دونك كانت اسمها لو بالي دي اسوسياسيون فرونسيز. لو بالي دي اسوسياسيون فرونسيز كان يعملوا فيه هذا الحفلات نتاع القرة، فهمتني؟ ومن بعد ولا ابن رشيق وبرشا طلعوا من غادي داير يجون في لو برومي كونسير لابا. دونك عمل سون بروميي كونسير في 1936. الدنيا معبية في تعمير يافي با اون بلاس، الناس قاعدين في القاعة. طلع لهم علي الرياحي سيت ايبوك لا فيستا روز هتني واحدة لهنا وماكيي ومدري شنيه واحد ما عاد ياخذ كيس كيسين ساعه فهمتي. هو اونت بارونتيز علي ريحي نيتي با جي ايليتي ايرمافروديت خان تذكر. عاد كيس كيسين ساعه شنو هذا البدي اللي جاي يغني ومدري شنيا خرجوا عملوا الحفله وخرجوا. عمل الحفله الثانيه ما جاء حتى حد. في الحفله الثانيه ما جاء حتى حد. إن يافي بيرسون. سيد جاي يدري وحده ناس بلدية اللي يقول لك واحدة ماشيين غادي بيان سور
بون سيتي ايماجيني الاتات نتاعو. بون قال تعرف كيفاش بتاتر كان ابا فيا سي دو بوبليسيتي كذا واحد هاتن عملوا حتى ديفيلي في الافنيو في العشيه وزو مي لو باكي هبطوا لي بلو جران تروتر جويني زاد يعزف وقتها بالعود معاه وتعرف معاه جويني قال له انت ماكش نتاع غناء جمله وخطيك وبرا مشي بيع الفول ولا تبع راسك شو تعرف مي سي با سا سي با في للغناء كيف كيف ما جا حتى حد Ça s'est passé à trois reprises. Narman Harat, ma wahed, un imprésario yéhoudi, tout aussi. Esmo Claude Nataf. Kalou, un an amalik hafl. Il n'est pas juif pour rien. Bon, il n'y avait plus rien à perdre. Amalou hafl. C'était super complet. Alors là, un succès phénoménal, et tous les assistants étaient juifs. كل الحارة وحق الواد الكل هبطهم. Et c'est à partir de ce moment-là que la carrière de Ali Riahi a décollé. Et en 1938, وقت اللي دشنوا la radio tunisienne, l'Iza, اللي هي l'Iza كانت place de l'école israélite, اللي هي place de la monnaie, ذي البير, l'Iza كانت ذي البير, هنا كزوز تزرات الكبار, فين يبيعوا في القر متاع الشناوة. En présence de qui ? En présence du ministre des PTT français. Allez, le ministre des PTT français. On se pose la question. Allez, c'est le ministre des PTT. Parce que la radio émettait par téléphone. Par la fil de téléphone. TSF. Voilà, c'est que la radio est sous TSF. TSF, parce que oui, c'est l'émission. Donc c'est de téléphone sans fil. Les ondes نتاعو كان يعملوا له قصبه كي كبيره وحده وياخذوا بيه لي زون تبدا تسمع فيهم كرسوم تبدا الصوت يمشي ويجي مع ال avec les ondes c'est très beau parenthèse. في الكوميتي شكون نلقاو؟ نلقاو سي عثمان الكعاك وسي مصر بوشوشه وعبد العزيز العروي. عبد العزيز العروي كي فريكونتي جماعة تحت الصور مي دو لوان برشا يقولوا هو كان جماعة تحت الصور وكل شيء إلا في سي زامي مي هو ما كانش يشبه لهم. عبد العزيز العروي إيتي تري كرون معناها يلبسوا هكا الشاشية الجيدي يفازي دو متر و سيتي ان دوندي يلبس مليح يلبس عنده ديما كسوة بيضة في الصيف وكسوة كحلة في الشتاء وديما حاطط وردة لهنا حمراء ولا حاجة كيف هكا ويمشي هكا فانتازية اي يمين فانتازية نو إلي تي موديست مي لباس ووهرة وحب اون بليس جماعة تحت الصوت كل ميزرين سيتي C'est des pauvres types, quoi. Tu bournais, tu me dis, bah, tu sais, ou tu écris des articles, tu fais le Jaraïd Lazli, tu as vu. Ou ma Jaraïd, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, il n'y avait pas d'argent. Et c'était très misérable. Ou, au Wakta, il vivait en concubinage, avec une chanteuse, une actrice, qui s'appelle Nesria Fraise. Nesria Fraise. Homme Fadila Khetmi. داير سيسمو هو اللي لانسى فضيلة ختمي وكم اي وبوب عزيز طلعتها فيه فضيلة ختمي سيتيل كي لا نومي كوم سا لاباس عليها يسكن في جيت الجان دارك وترن عليه قبل يعرس وياخذ هذيك في رادس هم الفلافل اي هم الفلافل مازال صغير عاد وقتها هو في الطنبك نتاعو Et
كان يجي خالد جماعة الكل وخالد اسمه هذاك الله محمد رسول الله فكرني فيه تليفوني ها لا 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 اسمه اللي يكتب عاش خريف لا 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 مش اسمه خريف الاخر لا زوجي زابي نومي تو سوف اسمه هذاك دعاجي دعاجي علي دعاجي علي دعاجي كي تي دوريجين ترك وكان كان يسكن مع امه مع عرس هو عنده شويه رزق وعندهم خماس يجيب لهم طرف فلوس و فهمتني ومغروم بالادب وكل واحد ويكتب هكاك ويعطي بلاش و اسيتي بوك لا اي تي با ترو كيستيون دارجون ان فيت مع تخدم لل للفن وكان صاحب هو وعبد الجلال عبد الجلال كان يجي للقهوة تحت السوق وكان يجي لقاسم الشابي قال له أخت جاي من توزر هو مازال نزوح وكان يجي طار الحداد في البقعة هذيك وشكون يجي؟ يجي سي بيرم التونسي بيرم التونسي جاء من في تونس من مصر نفهم لك لهجاه في في جريده على كل شيء على على اسمه الرازلي وقت خدمه اي سي سا سي سا قول له واش مدخلك انت في الحكايه هذوما اذا باسي توت سافي في الواحد وهو من في بما انه هو ابوه تونسي اتكى السلطان على هذاك عيط دونك الامباسادور دو فرنسا قال هذا ماهوش مصري تونسي وانتم بيسك لا تونيزي تي سو دو بروتيكتورا فرونسي روح بيه لبلادك ماهوش نتاعنا يجيبوه دون سان باتو يهبط ليلة العيد في ال في ال في ال في, ال في البرد لهنا اونتر بارونتيز باير معناها العيد العيد هذا يهبط ليلة العيد في بلاد ما يعرف فيها حتى حد ويعرف اللي ثم قدام دار اسمه دار عزيزه دار جماعته عمومته وكل شيء لي بيرم في المدينه هوني جيت نهج الباشا و مشى دار بيرم دار بيرم حتى وصل لهنا في دقة خرج له راش لي خرج له عمل له سبحان الله سيتي لا كوبي كراشي دو سون غران بير كراشي ترك عدوما بلونج بلو انتي بلونج بلو با بزوان دادير فهمتني شكونك انتي قالوا انا بيرم واحد وشي قالوا بيرم لا واحد ولدي ما نعرفوكش انتي برشت على روحك انتي بوك خذا جارية له منا لا لا منه وهم خايف على الرزق يقول لك هذا جاي كان شرط الماء يلوج ويحب الديار مكان كومينوتي دونك طردو الى باسي سا بروميير نوي دون لا رو رقد تحت حيط لهنا بيرم و بيرم عمل جريده هزليه اسمها الشباب اللي هي احسن جريده هزليه تعملت في تونس خاطر هو جاي من مصر معناها زيتي بلوز ايفولوي في الواحد نتاعهم وفيها دي كاريكاتور وفيها دي شوز كوم سا و وكان ديما حاطط حاجة روبريك فيكس في الجريدة نتاعو علاش اللي يبيعان التكروري يبيعو التكروري في تونس وما تبيعوش في فرنسا ان كيستيون كي بوزي اسمو نتاع الاستعمار ديما كاتب مي سولمون لوي فومي كان كيف التكروري وكان الكوليك وكان يزطل وكان الموبقات يخلقهم ربي الكل تاع شاعر وفنان واحد اسكي دي بلو عبد العزيز العروي انه علم الدعاجي الواحد التكروري والنفل بيه قال له نحيك لو حليك وانا بفي بورصا واحنا نتاع فن ونتاع واحد برمشي على سيجار ولا عمل كيس ولا واحد ما شيء ذي اللعبة ذي راهو
خاطي سي تي بارونتيز ان كو جوفر جوست كاتو حبيب في في الهضره نتاعي. تحبوا تعملوا شويه موسيقى ولا حاجه كيف هكا ولا تحبوا نواصل ولا ها نواصل نواصل بعد الفاصل به إيه احنا انا صوتي على الرياحي مع عبد الرزاق الرياحي على الرياحي لا اللي تكلمنا عليها على الرياحي oui donc tout simplement que Ali Riahi il a fait toute la carrière que vous connaissez ou met على الركح في بالكم بيه الرحم نتاعو il paraît que sa famille était contre. Non, Donc il les imitait, il se maquillait, il était très en avance sur son époque, et c'est une époque bien sûr très rigide, très rétrograde, qui m'a imaginé la Hatawa, c'était une période à peu près comme ça. Ad, ou Bayram, juste je termine un petit truc, il était, puisque c'était un journal satirique, il était très méchant avec les. Surtout. Comment tu as dit que tu as dit l'Afrique du Nord, le Sesma, Sara, pour eux, Khatim, le fan, ودرجهم قالوا بربي علاش عاملين الرشيدية هذه خسرت الفلوس عطيهم لعبد الوهاب وكلثوم يزيدوا بهم شوية خير تصير عليها فو بيرتي فوتر ارجون. عاد جا واحد وقت مغني من ليبيا اسمه بشير فحامة ردوا بشير فحمة في الجريدة نتاعو فضيلة ختمي كان يعيط لها فضيلة كعابر خاطر كانت قصيرة وبالصحة كما كنت عملها هي عملت كاريكاتير هكايا بالوحدة وقصيرة وبالصحة فتحية خيري مسميها فتحية خنفس خاطرها سمرة برشا وحسيبة رسلي مسميها حسيبة مسامر خاطر طويلة وضعيفة والشافية هذيك الشافية لورلا سيتي سون ماشان لورلا طول النهار واحد هذيك مسميها الشافية بحابس خاطر نهار من نهارات تغني في أم كلثوم شنطي بها أم كلثوم مشات تسخيلها مزود دخلت فيها كلام من عندها وسامي وانت رشني واحد شنو المعاوس اللي زدتهم في الغناء نتاعها بعد هي بعد اسمها هي سبب باش تبعث لفرنسا ولا اي ما كلمت عليه شيخ المدينه كلمت عليه شيخ المدينه باش واحد اي بيان سور باش نفاوه المرسيديا مي توت افي توت افي هو راهو ما خلى معمل معنا بيرم في تونس لهنا اي دونك نتعداو لسمو لو بلو سيليبر ديزون اللي هو الهادي جويني اللي هو مولود في الرباط الاخر دونك في الباب الجديد و خلف الحسينيه هذيك الموسيقى نتاع المطهرين موسيقى تاع وحدك موسيقى الباب موسيقى المطهرين شنيا وتعلم يعزف بالترومبيتا في وسطك الجروب هذاك بيستون نبلي سا لو بيستون كان في كل وحده هذاك ونهار من نهارات مشى دونك المسرح البلدي يشوف في سبيكتاكل كان ثم عواجي مشهور ياسر وقتها اسمه فريد غصن شافوا تبهر قال فلا ما جوش في العود هذايا الى كومونسي دونك يتعلم في العود ديما عند بشير الجمي كي ابري يا تو سو 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 موند لا و الحاجه اللي جاب بها جويني انه دخل الفلامينكو ودخل السامبا ودخل الرومبا
ودخل حاشيت جدد في الايقاعات وفي في الغناء، وكان هو غاطس عاد مع جماعه تحت السور علي الدعاج يكتب ويكتب له حبي يتبدل يتجدد، وكتب له دور العتاب يكلمه عبد الرزاق كرباكا كي بغيت تطير يا حمامه، محمود بورقيبه او النظره الدرباني، الهادي العبيدي اللي تعدى وفات. En fait, c'est la plupart des chansons de Juigny sont des tubes. C'est des. Il a composé beaucoup d'opérettes. À cette époque-là, on faisait beaucoup d'opérettes. Quand on était au théâtre, il y avait du théâtre chanté. C'était une époque où il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien du tout. Donc il y avait le théâtre, les gens allaient au théâtre. وكيمشيو للمسرح يمشيو حاطين الحطايط معناها حتى النساء يمشيو بالفرور وبالبارفانات وفي الدنيا بذكر شليك لك وتعالى دخلت كفيالة كما تو فهمتني سيتي سورتي يخرجوا متهمين يعني اونتراكت في الوسط وفي التياتر المونيسيبال لك الغطسات والطنين هذوكم On servait du champagne à ce moment-là. On fumait des cigares, tout le monde fumait des cigares, des parfums. On s'est dit, oh là, on va te faire un car safra. Donc, il a composé beaucoup d'opérettes, entre autres Aïcha al-Qadra, qui est un truc assez connu, ou le Zazia, al-Marzouqi. وقعد سيتي لو ديريكتور ارتستيك دو لوركستر تاع الاذاعه التونسيه من 1957 ل 1987 بوندون 30 ans سيتي لوي لو ديريكتور اي توت افي alors ce qui est extraordinaire c'est que Hedy Juigny a composé 1070 chansons et 56 opérettes. Toi, en 1990, Khlat Ali, il y a Meto Lekhra, il chantait encore dans les maisons, il dit qu'il y a des gens qui ont fait ça. Amro, tu as pris une wahda ou une semaine. Tu as pris une semaine pour changer un peu? Non, je peux faire une semaine. Non, 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 ونجمو فينو كان جويني نشوفو تحت ياسمينة في الليل لا عارسي شكون حاضر باش يغني الساعة اللي حاب يغني مرحبا بيه اللي حاضر اللي مش حاضر باش يغني انا جبت لكم الحارس يغني مع جبت لكم فوسكا كل واحد يتجه الورقة كل واحد يتجه الورقة تحت ياسمينة في الليل هما مش اسمع هما مش برشا هما مش برشا سينو جي ان بيت رمار هما الغنيات هذوك موجودين في اخر الكتاب سي تعرف فاز عامل لكم ديسكاونت ان شاء الله دو دينار فو بوفي لي بروندر دو دينار الور اذا كان ما تحبوش الفلوس كهدايا تنجم تاخذوا الكتاب تقراو منه ياكل Toujours en avance, hein? Oui, oui. C'est Sinon, on va y aller. Elle est. هذا فيك مش تبدا انت مال انت مش تكون الكوريست انت تقود الفرقه دور على الجماعة اسمع ما عنديش مستوى حيث شبه نشتغل بعد